ايدي فايز عباس، يسعد صباحك. يسعد صباحكم، يسعد صباح المشاهدين. العناوين الرئيسيه اليوم هو الحرب او المعركه بين نتنياهو والمفتش العام للشرطه عشيه تقديم توصيات الشرطه للمستشار القضائي للحكومه بكل ما يتعلق بملفات الفساد 1000 و2000 لنتنياهو. وعلى ما يبدو فان الشرطه ستوصي بتقديم لائحه اتهام ضد نتنياهو بتهمه الحصول على الرشاوة والفساد وخيانة الأمانة. ولكن نتنياهو كتب وبث شريطا هاجم فيه الشرطة بشكل غير مسبوق في تاريخ إسرائيل. نبدأ في صحيفة ديوت أحرونوت على العنوان الرئيسي: عشية توصيات الشرطة بملفات فساد نتنياهو، هجوم غير مسبوق من قبل نتنياهو على المفتش العام للشرطة روني الشيخ، تلميحاته خطيرة، هذا يقول نتنياهو، جنونية وكاذبة. والعنوان بالكلمتين محاكمة نتنياهو، ثلاث كلمات هذول. روني الشيخ قال في لقاء مع القناة الثانية أن مصادر مؤثرة جدا، وطبعا بلمح لنتنياهو، قامت بتفعيل محققين خاصين لجمع معلومات حول ضباط الشرطة الذين حققوا بملفات نتنياهو، لكن الشرطة لم تفتح تحقيق في هذا الموضوع لأنهم لا يريدون أن يغطوا على ملفات نتنياهو في مثل هذه الأمور الجانبية. على ما يبدو الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في ملفات 1000 و2000. نتنياهو هاجم الشيخ وطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول التحقيق معه واستخلاص العبر حول أسلوب وإدارة التحقيق والتوصل إلى النتائج ضد رئيس الحكومة. ضباط الشرطة عقدوا بالأمس اجتماعا مع المفتش العام للشرطة، وهناك بنية تحتية كما قالوا جدية لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، هناك أدلة دامغة يعني في ملف على الأقل 1000. كما قلت يعني تهمة الحصول على رشاوة وخيانة الأمانة. سيما كدمون المحللة تقول تكتب اليوم ساعة الرمل على وشك الانتهاء لنتنياهو والأسبوع القادم القرار. شركة الطيران الهندية حصلت على موافقة السلطات السعودية للسماح للطائرات المسافرة من إسرائيل إلى الهند بالطيران عبر الأجواء السعودية. السعودية نفت هذا الخبر. السجاي كمالة الخبر. وتقليص مدة السفر على الأقل بساعتين. على الرغم من نفي السعودية إلا أن مسؤولين إسرائيليين يؤكدون أن الخط سيفتتح في الشهر القادم. قلق شركة الطيران الإسرائيلية، نحن نريد أيضا الطيران على نفس الخط عبر الأجواء السعودية. مصادر إسرائيلية وهندية أكدت أنه بسبب حساسية الموضوع وأهميته السياسية تم تحويله إلى ولي العهد محمد بن سلمان الذي أصدر تعليماته بنشر النفي. استقالة عضو الكنيسة أنا في الشنطة. نحن منجيب الكلام كما جاء في الصحف الإسرائيلية. استقالة عضو الكنيسة يعقوب بيري من الكنيسة عشية نشر تحقيق في القناة الثانية حول مصداقيته، خاصة بكل ما يتعلق بخدمته في الجيش وتسريبه. كان تحقيق أول قبل أسبوعين أو أكثر حول نفس الشخص يعقوب بيري، هو كان رئيس الشباك وكان وزير وهو عضو كنيسة، أنه كان يسرب معلومات من الشباك عندما كان رئيسا للشباك الوزير آنذاك أريه درعي في ملفات فساد لدرعي. طبعا درعي في هذيك الفترة حكم عليه بالسجن الفعلي 4 سنوات بسبب فساده وحصوله على آلاء مئات أو ملايين الشواقل رشاوة.
وتبين أنه لم يخدم بالجيش بالمرة كما يقول، وإنما كذب حول خدمته في الجيش، وقرر الاستقالة من الكنيسة. في الضفة الغربية تصعيد العمليات والمظاهرات أخذ وأخذ في الارتفاع، والجيش يكثف قواته في الضفة، وهذه القوات على تأهب، في حالة التأهب بين قصوى إذا ما حدثت أعمال كما تسميها الصحيفة مخلة بالأمن والتظاهر ضد الاحتلال، ومواصلة مطاردة منفذ عملية أرائيل عبد الكريم عاصي. على الجبهة الشمالية سوريا تدعي أن إسرائيل قصفت معسكرا للجيش بالقرب من دمشق، وتم حسب سوريا إسقاط أغلبية الصواريخ. والكاريكاتير اليوم في يديعوت أحرنوت حول تصريحات الحاخامات في جنازة، لا 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 ما له علاقة في الجنازة، على أن النساء عقلهن صغير، أن الحاخامات برضو الشيوخ بيحكوا نفس الحكي يعني. فهون في الكاريكاتير في شاب مدين جالس في عيادة طبيبة دكتور ليفي، خبيرة مختصة يعني، تقول له أستاذ كوهن تفضل، هناك 50 حالة من الظلام، الكتاب اللي بيقرأ فيه لحقامات إسرائيل اللي طبعا هن بالنسبة للمرأة فقط في البيت وللولادة وبس. تقول له تفضل سيد كوهن على الفحص، هناك مبين شهاداتها كم شهادة حصلت عليها، وهو طبعا الحاخامات شو شهاداتها ولا شيء. صحيفة معريف، المحققون للمفتش العام للشرطة يجب اتهام نتنياهو بالحصول على الرشاوة، التوصيات ستحول إلى المستشار القانوني للحكومة ليقرر أي اتهام يوجه لنتنياهو. خلال جلسة ضباط الشرطة تم تسريب معلومات عن فهواها ربما لنتنياهو، وقام نتنياهو قبل انتهاء الجلسة بنشر تغريدة على الفيسبوك، أنا أعرف الحقيقة، كتب نتنياهو، لن يكون هناك شيء. المفتش العام للشرطة يقول عندما سنقدم الأجوبة للجمهور سيفهم الجمهور لماذا استمر التحقيق فترة طويلة. في طبعا في بديش أرجع على اللي نشر في دوت أحرنوت حول تصريح نتنياهو ضد الشيخ، يعني ما فيش حاجة، واستقالة يعقوب بيري من الكنيست. وطبعا هو بيدعي انه كله هذا نشر لانه اعطى الدولة كثير، يعني حافظ على امن الدولة. شوف دائما هالادعاءات يعني الاسرائيليين، انه خدم في الشباك، خدم في الهاي، حافظت على امن اسرائيل وسكان اسرائيل، ان كلياتهم كذابين. والان في وفد صحفي من العالم العربي، ما بعرفش قديش صحيح العالم العربي، انه في واحد سوري واحد لبناني واحد يمني يزور إسرائيل، طبعا الضيوف على وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقال الصحفي من أصول سورية، يعني لا يعقل أن يكون سوري يعني موجود في سوريا، كيف يستطيع السوري واللبناني أن يدخل إسرائيل؟ عبد الجليل السعيد اسمه الصحفي، يقول عندما تنتخب حكومة ديمقراطية في سوريا سيرفع علم سوريا في أورشليم القدس. أورشليم أشك أنه سوري بصراحة، ما في صورهم بالمناسبة، يعني إذا المصور عبد يرجع على الصفحة على الملحق عبد الملحق عن خبر بدون صور؟ لا 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 مع صور الملحق، ارجع على الصفحة الأولى في الملحق، أيوة هاي الصورة، هذولا جزء منهم في الأقصى من الصحفيين، مغربي يمني لبناني سوري كردستان، الخبر موجود في صحف أخرى؟ نعم نعم، لا هنا
يعني خبر قصير مع صورة، بس هنا مطول الخبر. وأنا اخترت أهم جملة اللي حكاها يعني السوري، أو بعرفش أنا شو، أكيد هو مش موجود في سوريا، فهنك زاروا الأقصى يعني من خلال وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن ضيوف على الخارجية الإسرائيلية لتحسين صورة إسرائيل في العالم العربي. إيه كان مكتوب؟ بالمناسبة يعني الناطق الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية هو شاب عربي بدوي اسمه كعبية إشي يعني بكفي له عن هذا. ايه صورهم يعني بدون مش يعني مش وترتدي الكوفية الفلسطينية ايضا يعني هي بضيافة وزارة الخارجية الاسرائيلية وترتدي الكوفية الفلسطينية. ايه نفتالي بنت، الرد على العمليات في الضفة الغربية تحويل مستوطنة هار براخة لمدينة. شركة الطيران الاسرائيلية العال تريد السفر عبر الاجواء السعودية. وخبر طريف وخطير، عميلة للموساد تغري 4 شخصيات مهمة ورفيعة المستوى في فرنسا. طبعا تغريهن جنسيا وعاطفيا، وطب تسحب منهن معلومات، لأن الأربعة كانوا في وظائف حساسة جدا خاصة في وزارة الدفاع الفرنسية والداخلية والخارجية. الأربعة اعترفوا بعلاقتهم مع عميلة الموساد، ولكن بعد أن تم كشف ذلك من قبل المخابرات الفرنسية تم نقلهم إلى أماكن أقل حساسية في وظيفتهم، لكن لم يتم محاكمتهم. يظهر ضغط سياسي يعني إسرائيلي فرنسي الحكومة الفرنسية. والمستعربون الإسرائيليون العاملون في الضفة في ضيافة الرئيس الإسرائيلي لمشاهدة الحلقة الأولى من المسلسل الإسرائيلي التلفزيوني فوضى، الذي يتحدث عادة عن نشاط المستعربين في الضفة الغربية. والكاريكاتير حول بولندا وقضية القانون الذي أقر هناك، وأنا بتدخل عجوز يعني طبعا هن أكيد يهودية، هن بيعتبروها يهودية، وبتزمر الماكنة فبيهجموا عليها أفراد الشرطة بالأسلحة اللي خارج من هناك ما حدا بفحصه، نازي البولندي النازي. يعني أنتوا مش نازية يعني بالقانون، مش أنتوا نازية بنظر الإسرائيليين. هناك أهلا وسهلا إلى بولندا، ويلكم تو بولندا. يعني النازيين بفوتوا واليهود بشكله خطر. شوفوا وين عقل الرسام الكاريكاتير وين راح. اللي حرين صحيفة هارتس العنوان الرئيسي حول ما يحدث في غزة من أوضاع، في تقرير طويل جدا كتبته أميرة هيس. الأزمة الإنسانية في غزة، 40% من الأدوية في المستشفيات انتهت. وفاة طفلين خدج بسبب النقص في الحقن، ونص مواد التحرير انتهت. في التقرير موسع وطويل يعني. هنا مظاهرة، الصورة في هارتس اليوم هي مظاهرة للأفارقة أمام سفارة رواندا، لأن إسرائيل تريد طردهم إلى رواندا. ظهروا أمام السفارة ويطالبوا حكومة رواندا بعدم استقبالهم الأفارقة. بلدية القدس تعمل على إنشاء مسار سياحي يربط بيوت اليهود في حي الطور، يعني بيوت اليهود مع القدس، يعني مسار سياحي. وأيضا تهدف إلى إنشاء مركز للزوار في مقبرة الجبل، المقبرة اليهودية اللي موجودة في جبل الزيتون. في حدا بزور مقابر يعني؟ مركز للزوار، مش مركز يعني للي بدفنوني هناك، يعني مركز للزوار. تخيلوا لوين العقلية الإسرائيلية. كل شيء متوقع، كل شيء كل شيء يعني. لا يعني إذا يعني طبعا هذا سيؤدي إلى مصادرة أراضي خاصة في المنطقة.
ملثمون دخلوا إلى مدرسة ثانوية في بلدة جلجوليا وأطلقوا الرصاص على أحد الطلاب الذي أصيب بجروح متوسطة. روني الشيخ مفتش العام للشرطة: مصادر لها تأثير كبير جمعت معلومات كثيرة حول المحققين بملفات نتنياهو وتم الضغط عليهم بشكل رهيب، كان عشان يوقف التحقيق أو يغيروا أمور. أولمرت يتحدث للمرأة رئيس الحكومة السابق خرج من السجن قبل 6 شهور برضو باتهام فساد والحصول على الرشاوة. بعد أن خرج من السجن يقول: أنصح نتنياهو بأن ينهي عمله بشكل لائق وفوري. وغضب في الكنائس في القدس بسبب قرار البلدية إرغامهم بدفع الضريبة الأرنونة. أحد رجال الدين قال أن قرار رئيس البلدية يثير الغضب وخرق للوضع القائم منذ سنين طويلة. الحكومة تعمل على إقرار قانون أموال دعم الأسرى والأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، سيتم اقتطاعها من عائدات الضرائب وتحويلها للمستوطنين. طبعا مليار و200 مليون شيكل في السنة رواتب إسرائيل. حكومة نتنياهو بدها تصير هذا المبلغ تخصمه من الضرائب اللي بتجبيها وتحوله للمستوطنين. الكاتب ديمتري شونسكي يكتب اليوم، مهم جدا يعني: عهد التميمي هي بطلة وطنية من نوع الأبطال الذين يمكن إيجادهم في تاريخ كل شعب حارب الاحتلال الأجنبي لبلاده. والكاريكاتير اليوم الحاخامات اللي ضد خدمة البنات في الجيش ولا مقاتلات، يعني شافوهن ماتوا خوف، يعني يقول لك بحوريلوت يعني مجندات مش عارفين يعني ان الشكلهن، فهن بخاف